نبدأ بالصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل باشمهندسين؟ احنا معانا النهارده مثال بسيط جدا، هو طالب مننا إن احنا نطلع تلات مساقط من الأيزومتريك اللي قدامك ده أو المجسم اللي قدامك ده. الأول نبدأ بالصلاة على حبيب قلبك يطيب. احنا هنبدأ بالطريقة بتاعتنا الأول، أفهمك الدنيا ماشية ازاي ونطلع مع بعض تلات مساقط يدوي كده بالنظر. بعد كده هنبدأ نطبق ونقسم وحدتنا ونرسم عادي خالص أكننا قاعد في السكشن برسم معاك. ده طبعا المثال بتاعنا قدامنا اهو، سيبك من الأبعاد اللي مكتوبة، أنا عارف إن الدايمنشن رايحة في داهية. احنا جاي كده هنقلب تاني وناخد الصورة الواضحة ونرسم مع بعض تاني. طيب تعالى نبدأ نفهم الإيزومتريك بتاعنا. طبعا انا بس من هنا ده الريفيجن، وحتى عامل لك سهم هو محددين لك بيقول لك ان ترسم من هنا الريفيجن، فتاخد بالك لو حطيت لك سهم بيجبرك ان ده الريفيجن عشان ما تغلطش وترسم ان ده السايد فيو مثلا، ان ده الريفيجن مثلا. طيب دلوقتي عايز نرسم ده الريفيجن. طب الريفيجن ده عباره عن ايه؟ اول حاجه وانا بس من هنا كده انا هشوف ده مستطيل هنا كده، وهشوف من الجهه الثانيه مستطيل هنا كده بالمنظر ده كده. فطبعا المستطيلين دولت انا عايز ارسمهم، فانا طبعا حاجه عن هو المستطيلين معايا ان انا ارسمهم دول كده، المستطيلين دوت كده. بعد كده جوه المستطيل ده انت عندك في هنا ايه؟ دايره، دايره ثقب نازل لحد الاخر، من اول هنا كده مكمل لحد الاخر، تمام. طب الثقب ده انا هشوفه مديك قطر كام وهرسمه هنا، هو الثقب الداش اللي انا رسمته داش هنا ده، لان انا مش شايفه، انا بس من الريفيجن انا مش شايفه، لكن انا لما ابص من الثلاثي عشان هو ثلاثي الابعاد فانا شايفه من فوق، من البلان من فوق شايفه من السايد فيو. نفس الكلام في الجهه الثانيه في ثقب نفس الكلام. خد بالك هتلاقي قصادك هنا في ثقب برضه، بس هما عشان على نفس النقطة فهيبان كأنهم ثقب واحد هنا، تمام. هنوضح كل الكلام ده واحدة واحدة مع بعض واحنا بنرسم تاني، تمام. بعد كده انت عندك الشكل ده كده، عندك الشكل ده كده هو عبارة عن مستطيل، مستطيل كده، عبارة عن مستطيل كده ومتفرغ منه الحتة دي كده ومتفرغ منه الحتة دي كده. فهو ادي المستطيل بتاعنا اهو، مستطيل اهو، وقاطع منه الحتة دي وقاطع منه الحتة دي، مش قصة، تمام. ده انا هرسمه. بعد كده انت عندك هنا في نص دايره هنا نازله، نص دايره كده، النص دايره ده هتيجي عند حد معين عند النقطه دي كده وهتعمل لك خط، هتشوفها كانها خط كده وتبدا تكمل تطلع تاني. فالخط ده انا عارف ان في هنا خط اهو هو هنا ده كده، فطبعا انا مش شايفه من هنا لان الجدار ده مغطى عليه، فهرسمه داش هنا كده في المنطقه دي كده جوه الخط ده هنا كده. وبكده انت رسمت كل حاجه في الايه؟ في الريفيجن. طيب تعالى نبدا بقى نرسم في السايد فيو. لما اجي ابص من هنا وانا بص من هنا عشان ارسم السايد فيو، اول حاجه انا هشوف هنا ده كده ايه؟ مستطيل، مستطيل، ادي مستطيل اهو، وطبعا جواه ثقب انا شايفه من فوق، لكن لما اجي ابص من الريفيجن انا مش شايفه عشان الجدار ده مغطى عليه، فارسم الثقب ده هنا. بعد كده انت عندك الشكل ده كده عايز ترسمه، جوه من اول تحت كده وماشي ماشي كده اهو، ادي الشكل اهو. ازاي بقى هنرسمه مع بعض واحد واحد؟ بعد كده ماشي كده ومشي كده وعندك نص دايره، تمام. طيب وبعدين عندك هنا لما اجي ابص من فوق او من الريفيجن هلاقي في خط، ده الخط ده عامل لي خط هنا كده واخوه خط تاني نفس المنطقه بالظبط، يعني الخط ده انا مش شايفه بسبب الجدار ده وانا باصص من السايد فيو، لكن هو موجود، فالمفروض مني ان ارسم خط داش هنا كده هو الخط ده ايه؟ ده كده. طيب عندك انت هنا عامل لك خط برضه باصص لجوه حز جدار اهو وحز جدار كده، بس ماشي كده جوه كده، فده المفروض ان انا ارسمه، انا مش شايفه هنا من السايد فيو بسبب ان في جدار هنا مغطى، لكن هو الحقيقه في خط هنا كده بيترسم داش لازم انا ارسمه، فانا هرسمه هو خط هنا ده كده. اجيب بقى المقاسات منين والكلام من ده هنجيبها مع بعض واحده واحده احنا بنرسم دلوقتي. طيب تعالى من فوق واحده واحده مع بعض كده. عندك اول حاجه من فوق هنبص ان هو هنا طلع هنا الشكل ده كده، يعني زي مستطيل كده طلع نص دايره من هنا، زي مستطيل كده طلع نص دايره من هنا، زي مستطيل وطلع نص دايرة، زي مستطيل وطلع نص دايرة من هنا، هما الأربعة دول أهو، تمام. هو مش إن هنا مش باينة، هي دي كده مش باينة من هنا، بس أنا عايزك تتأكد ما دام هو مديك نفس الشكل من هنا ونفس الشكل من هنا ونفس الشكل من هنا ونفس الشكل من هنا، فهو كده متماسك ومن نفس المنطقة هنا، يبقى أكيد في واحدة زي دي الجهة التانية. هو ما دام أنت شايف الأيزومتر اللي هنا زي اللي هنا، يبقى هو متماسك من كل حتة زي بعضه، تمام. فالشكل ده هو أنا رسمته طبعا هنا ده كده أهو ونص دايرة، طبعا في ثقب في النص، في الاربعه برضه نفس الكلام ادي الثقب، تمام. طب بعد كده انت عندك من فوق هتشوف انت هنا ايه؟ الخط ده كده، هتشوف عندك انت هنا كده النص دايره دي كده، هتشوف خط كده من فوق، يعني النص دايره انت شايفها من السايد فيو نص دايره، لكن هي الحقيقه من فوق ما تشوفها هتشوف خط كده وخط كده، ف
فادي يا عم النص دايره بتاعتك اهي عباره عن المستطيل ده كده. وانا قلت لك في الشرح ان لو انت عندك في شكل مستطيل او دايره في اي مسقط، في اي مسقط بين عندك شكل معين سواء نص دايره او دايره او مثلث، تعرف ان في المسقطين التانيين هيبان عندك ايه؟ مستطيلين. فاحنا زي ما انت شايف النص دايره اهيت بانت هنا في الصيد في نص دايره، بانت هنا مستطيل، وهتبان هنا كمان مستطيل جوه المستطيل ده كده. عندك المستطيل بتاع نص دايره، عندك ماسك فيه مربع من هنا ومستطيل من هنا، قصدي او مستطيل من هنا ومستطيل من هنا. ادي يا عم المستطيل اهو، وادي المستطيل اهو، وادي المستطيل اهو، وادي المستطيل اهو. طيب عندك بعد كده في مستطيل في النص ماسك بين الشكل بين الجرس اللي انا رسمته هنا واللي انا رسمته هنا، عندك مستطيل في النص اهو. ادي يا عم المستطيل هنا، وتلاحظ ان المستطيل طالع بره شويه، لان انت عندك في من هنا جايه عجايه كده، فالمستطيل ده هيبقى طالع بره شويه عن المستطيل هنا. ده المستطيل هنا اهو، ده المستطيل هيبقى طالع بره كده شويه بعيد عنه كده، فانا عملته طالع بره شويه اهو. المن ده احنا هنجيبه مع بعض. طيب هنعرف المقاسات بتاعته، نعرف ازاي نطلعها واحنا بنرسم مع بعض. طيب جميل. بعد كده انت عندك هنا في من كده بيشتغل حته دي مايله كده، فانت عندك هتلاقي الشكل ده كده، انا حافر كده في الجسم بتاعي، بس ما تنساش ان انت عندك في ميل، فالحفر ده هيبان لما اجي ابص من فوق هشوف مستطيل خط هنا كده، بعد كده مستطيل مكمل بره كده لحد ما يتقفل معايا، ده هيبقى خط طالع بره سيكه كده جوه الخط ده كده، ومن الجهه التانيه نفس الكلام. فكده احنا رسمنا الشكل بتاعنا من فوق من البدايه. تعالى بقى نبدا نقسم محيطنا، نرسم مع بعض واحده واحده. دلوقتي احنا هنبدا نقسم اللوحه بتاعتنا. عندك سايد فيو وريفيجن وبنان. السايد فيو عندك، تعال نجيب الأول أبعاد الريفيجن وأنا بص من هنا. أنت عندك أنجك من أول هنا كده لحد هنا كده، أنجك 114 تمام؟ يبقى إحنا معانا 100 وإيه؟ 114 زائد أنجك إن الكيرف ده 15، الراديوس بتاعه 15، بس أكيد من السنتر ده، يعني مفيش سنتر تاني غير ده تمام؟ حتى هو عاملك السامي كده. طيب يبقى أنا عندك المسافة دي 15، 15 هنا و15 هنا كمان يبقى 30، 30 و114 يبقى 140. يبقى انا عندي كده عرض الريفيجن كام؟ 140، ويبقى البدان كده 140. طيب جميل. بعد كده عايزين نجيب ارتفاع الايه؟ ارتفاع الريفيجن. هو جه قال لك شدك سهم، قال لك من اول هنا كده لحد هنا كام؟ 80. يعني الارتفاع ده 80، كاتب لك هنا 80 اهو. 80 زائد عندك ال 20 دي يبقى 100، يبقى 20 و80 100، يبقى انت عندك ارتفاع الريفيجن 100، يبقى ارتفاع السايد فيو كام؟ 100. طيب بالنسبة بقى عرض السايد فيو، هو جه قال لك من أول هنا لحد هنا كام؟ 30، وجه قال لك من هنا لحد هنا 30، والمسافة دي قد المسافة دي، يبقى المسافة دي 30 كمان، يبقى كونجو بعرض كونجو كام؟ 90، يبقى العرض 90، يبقى ارتفاع البلان 90. تبدأ كده تتقسم وحدك تمام؟ ونرسم مع بعض. طب أي رسمة بسيطة اللي هي كنا بنبتدي فيها على طول، لكن في الرسومات اللي فيها شغل كتير دي أو الرسومات الكبيرة دي، هي مش كتير بس الرسومات الكبيره دي، انا لازم ابتدي اول حاجه اعملها المحاور. اول حاجه ابتدي اعملها المحاور. يعني مش انت عندك كان الريفيجن هنا كان 140، طب 140 ديت نصهم كام؟ نصهم 70. يبقى انا اول حاجه اعملها اقوم جاي منصف كده منصف المسقط بتاعي كده بالمنظر ده كده، وعامل محور كده عشان المحاور دي تسهل لي الرسم. طيب بعد كده تعالى نشوف هل في محاور تانيه. انجك من هنا كده لحد هنا كده، مش انجك 15 وعامل لك محور اهو، يبقى كده المحور ده هيجب هنا كده طول كده، يبقى انا المفروض اخش 15 كده، 15 كده، 15 كده، واعمل ايه؟ محور هنا كده اهو، ادي محور خط خفيف كده عشان المحاور دي تتمسح تاني او بنسيب بس المناطق المهمة. وهنا 15 دي كنت واخدهم اهو، اروح جاي ايه عامل محور كده، ونبدا نرسم بقى من هنا. اول حاجه لما ابص من الفيجن من هنا، انا مطالب مني ان انا ارسم اول حاجه نبدا نرسم الحفر اللي انا حافره جوه ده كده، جوه هيبان عندي كمستطيل كده ناقص ضلع من تحت تمام. طب المستطيل ده هو قالك كام؟ 28، كاتب لك هنا 28، ممكن تكون مش واضحة عندك في الكاميرا عشان هي أصلا إيه مش واضحة أصلا في الطباعة. طب 28 يعني طول ده 28، يعني هسيب من هنا 14 ومن هنا 14، 14 وآدي 14، وأروح جاي طالع كام؟ قالك ارتفاع كام؟ قالك من أول الأرض لحد فوق هنا كام؟
حتى دي مش واضحة، تقريبا 37، 37 تمام. انا بوقف في المايكرو عشان لو انت مش شايف 37، حتى لو مش كاتب بعد انت تحط بعده مناسب، انت فاهمني، هو بيقيس وراك، اهم حاجه الرسمه تديه الشكل اللي هو موجود عندك ده. طيب هطلع كام؟ 37، 37 كده مثلا. وكده طالع من هنا كام؟ 37 اهو. راح جاي مقفل المستطيل بتاعي، وطبعا هو ناقص درع من تحت، ده هو ده كده، لان هو معدي من الاخر. انا هحفر في الايزومتريك بتاعي اهو، امسح كده، غسلنا اهو بايه شكل عندنا. طبعا من المستطيل ده طلع عندك مستطيل تاني كده اهو، اهو المستطيل ده كده، المستطيل ده جاي برضه من هنا كده لحد الاخر. طب على ارتفاع كام المستطيل ده؟ قالك على ارتفاع 20 تبدا ترسم مستطيل لحد الاخر. يبقى انا اجي على ارتفاع 20 من هنا اهو، على ارتفاع 20 من هنا اهو، اروح جاي ايه رسم مستطيل يمين ومستطيل شمال. ايه ده مستطيل اهو، وايه ده مستطيل اهو. طيب جميل. بعد كده مش انت عندك في ثقب هنا لحد الاخر؟ انا من الفيجن مش شايفه عشان الجدار ده مغطي عليه، لكن هو موجود الثقب ده، الثقب ده انا المفروض ارسمه ده عشان نازل لحد الاخر، تمام. هيبان على شكل ايه؟ مستطيل، خط من هنا وخط من هنا كده مستطيل. ليه؟ لان هو بان من الريفيجن من فوق، او من بلان بان من بلان من فوق اقصد، دايره. يبقى اكيد عندي هيبان من الريفيجن ايه؟ مستطيل. وهيبان عندي من السايد ايه؟ مستطيل لتحت، تمام. على مسافه كام بقى؟ شفت المحور اللي احنا عملناه اهو، قال لك الدايره دي قال لك قطرها كام؟ جه قال لك هنا هي ان الدايره دي قطرها 14، يبقى انا المفروض همشي 7 يمين و7 شمال. ادي 7 يمين وادي 7 شمال، نفس الكلام الجهة التانية اللي هنا كده من المحور بتاعي اللي انا عامله، 7 اهو 7 اهو. واروح جاي نازل كده ايه داش، وكده انت رسمت كل الجزئيات اللي هنا وكل الجزئيات اللي هنا. طيب انت دلوقتي عندك شكل مستطيل، اصلا احنا كنا قايلينها بكده ان انت عندك ده مستطيل اهو، ده كان عبارة عن مستطيل كامل بس اتحفر منه الشوية دول واتحفر منه الشوية اللي فوق دول، فاحنا عايزين نرسم المستطيل ده. طب المستطيل ده ابعاده كام في كام؟ قال لك العرض بتاعه 80 لحد داخل الجسم فوق، مش من اول الجسم لحد المستطيل اللي انا عملته تحت ده، يبقى انا هاخد عرض 80 واطلع لحد الاخر. طيب تعالى ناخد عرض 80 اهو، صفر حطيته على السنتر، 40 من هنا و40 من هنا، واطلع فوق كام؟ 80 اهو، عملت عرض ال 80 اصلا، اطلع بقى لحد داخل جسمه. طيب الحفر اللي هنا فانا حفرته اصلا محفور جاهز اهو. طب تعالوا نحفر الحفر اللي فوق ده كده، الحفر اللي فوق ده قال لك العرض بتاعه كام؟ 40. طب هنزل قد ايه بقى؟ تعالوا نشوف كده، قال لك هنا هتنزل 25، هتبقى هنا 25 اهو، يبقى انا هنزل 25 في عرض 40 كده. طيب تعالى ننزل اهو 25 كده، انزل 25 من السنتر اهو، 25 هنا، قال لك العرض كام؟ العرض 40، يعني 20 يمين و20 شمال، ادي 20 وادي 20 شمال، واروح جاي طالع فوق اهو، مقفل بقى الحفر بتاعي والمستطيل بتاعي. ده بمسح ده كان هوا ده كده، يعني انا حافر حفر في المستطيل في ده هوا، اتمسح كده الجدار اللي فوق ده كده، وامسح بقى كل الزيادات اللي بره دي كده. هبص بقى نفسي خلاص قربت اخلص الفيجن، انا خلاص يعتبر خلصته، تمام. هم ده مش لازمه، عشان كده قلت لك اعمل بخط خفيف للسناتر عشان انت هتمسح منها تاني اهو، تمام. ممكن بقى تتقل بقى لو انت عايز تحس بانجاز كده، تبدا تتقل كده، وانا نصحك قبل كده ايه لك، خد نفسك بعد ما تخلص ماسكت تبدا تتقله بالراحه، وخد نفس كده واستريح قبل ما تخش على الماسكت التاني عشان تستعيد طاقتك تاني. كنت نصحك بشويه حاجات في الفيديو، النصايح حاول تروح تسمعه، اسمع اول كام حلقه في السلسله بالذات، يعني حتى لو انت متقدم هتنفعك كتير. طيب انا خلصت الشكل، خلصت كل حاجه، كل اللي ناقصني شفت الدايره دي؟ الدايره دي مش مكمله لحد ما تقف عند خط معين كده، بعد كده تبدا تطلع تكمل تاني لحد فوق.
خط اللي تحت المعين ده اهو هيبان عندي من هنا كده خط داش، الخط ده موجود اهو بس انا مش شايفه من هنا بسبب الجداخ ده، فانا هرسمه داش في المنطقه دي. طب هنزل قد ايه؟ مش هو قال لك ان الدايره ديت نصف قطرها 20، يبقى المفروض ان المسافه دي 20، يبقى انا هنزل 20 من هنا واعمل ايه؟ الخط بتاعي، يبقى انا نزلت 20 اهو هنا كده، واقوم جاي اعمل ايه؟ خط الداش بتاعي هنا وفي الجهه التانيه دي. طبعا انا ظابط مثلث اقص ظابط الخط العمودي ده على السنتر وعملت الاتنين جنب بعض على طول. وبكده احنا خلصنا كل حاجة موجودة عندك في الريفيجن. تعال بقى نبتدي نرسم في السايد فيو اول مثلا. تمام، في السايد فيو هنا انت عندك هتشوف في السايد فيو الشكل ده مربع كده او مستطيل كده، وهنا مستطيل ده كده. تمام، مستطيلين بس مستطيل على اليمين خالص ومستطيل على الشمال خالص. تمام، وجواه ثقب كده زي ما احنا اتكلمنا، جواه الثقب ده كده. طب تعالى ارسم المستطيلين دول، ارتفاعهم كام؟ ارتفاعهم 20، ممكن تقيس 20 وتعملهم او تمد من هنا على طول، مش هبقى اعمل ارتفاع هنا 20 المستطيل ده واقوم جاي واخده مده كده. خط خفيف. اهم حاجه يهمني اخد خط من على اليمين وخط من على الشمال، وفي النص بفوت يعني انت كده كده تمسح، انت بتكون منك تعمل بس مستطيل على اليمين ومستطيل على الشمال. طب العرض كام؟ هو مش جه قال لك ان المسافه الكيرف ده عامل 15؟ يعني الكيرف ده 15؟ هو جاي لك هنا المستطيل 30، العرض بتاعه 30، يعني المفروض ان نعمل عرض كده 30. يبقى انا ماشي كده 30 اهو، وماشي من الجهه دي كده ايه 30 كده شمال اهو، واقوم جاي ايه مقفل المستطيل بتاعي. طيب عندك هنا ثقب في النص اهو، في نص البتاع متنصب بالذات في سنتر هنا، يعني المفروض ان انا اعمل سنتر هنا كده في النص كده في المنتصف اهو عشان انا بقى الثقب. طيب الثقب بقى عندك الثقب ده كام؟ الثقب ده عندك 14 القطر بتاعي، يعني 7 يمين و7 شمال، ادي 7 وادي 7، وانزل كده ايه داش. تمام كده احنا رسمنا الثقب بتاعنا داش كده. بعد كده انت عايز تعمل الشكل ده كده، تمام، اللي هو شكل المين ده كده. تمام، شكل المين ده تعالى نبتدي من فوق. اول حاجه احنا هننصف ايه السايد فيو. السايد فيو كام؟ السايد فيو احنا كنا قايلين ان هو 90، يعني نصه 45، مش ده نصه؟ هروح جاي منصفه كده. طيب ومن فوق مش قال لك ان دي دايره كده نصف قطرها 20؟ يبقى لو جاي ماسك البرجر بتاعي فاتحه 20، تمام، واروح جاي راكز في السنتر ده كده وعامل ايه نصف دايره. بعد ما عملت النصف دايره بتاعتك قال لك عايز تمشي كده شويه وتمشي كده شويه. طب همشي كده كام؟ قد ايه؟ هو قال لك المسافة من أول هنا لحد هنا قال لك 60، يعني المسافة من أول هنا كده لحد هنا 60، كون ده 60، وقال لك إن نصف قطر الدايرة 20، يعني معاك هنا 20 وهنا 20، يعني الدايرة كلها على بعضها 40. لو طلعت ال 40 دول من 60 اللي هم كلهم هيدوك كام بقى 20 معاك؟ يعني معاك إن المسافة دي 10 والمسافة دي 10. تمام؟ يبقى أنا همشي 10 يمين و10 شمال، أدي ال 10 وأدي ال 10. واروح جاي ايه مش انت عندك هي متوصله لحد داخل الجسم من هنا كده، اقوم جاي موصلهم بعد الكون سوق كده. انت حصلت على الميني هو ايه موجود عندك في الرسم. ونبدا نمسح الزيادات دي كده ملهاش لازمه عشان نحس بالانجاز، حتى نحس ان احنا خلاص قربنا نخلص اهو. ماشي، بعد كده انت عندك هنا في خط اهوت، تمام، المستطيل ده شفت الخط ده كده؟ الخط ده انا مش حابه شايفه من هنا كده لان الجدار ده مغطى عليه، بس هو هيبقى موجود داش في المنطقه دي كده. طب اجيب النزول، اجيب الخط ده على يعني على ارتفاع كام من فوق من هنا كده؟ انا عايز اشوف المسافه هنزل قد ايه؟ هتعلق على طول من الديفيجن اهو، مش هو ده الخط اهو؟ جاي جايبه كده على طول. يا جدع ده حتى لو موجود عندك الماسك هات على طول من المسقط اللي جنبه على طول، الدنيا متسهله جنبك ايه؟ لان هو انا الحته دي هي الحته دي كده. وانا عايز اجيب الخط ده فعلى طول جنبه اقوم جاي واخد المقاسات. طيب كده خلصنا من فوق. شفت الخط ده برضو انت عندك الخط ده باين عندك همشي عندك خط لحد كده هيبقى داش هنا في المنطقه دي كده. تمام،
فمطالب مني ان انا اعمله. هجيبه منين؟ اجيبه من هنا على طول اهو، شو ده اروح جاي واخده كده يمين على طول. طيب جميل، وكده احنا خلصنا كل حاجه موجوده عندك في السايد فيو. طيب تعالى بقى نبتدي نرسم في البلان. تمام، البلان اول حاجه هتبان عندنا ايه؟ هيبان عندنا المستطيل اللي فوق ده كده. تمام، المستطيل اللي فوق ده كده وفي النص ده كده. تمام، المستطيل ده انا عايز ارسمه، عايز اجيب العرض بتاعه، يعني العرض بتاعه ده. تمام، طب انا اجيبه منين؟ مش هو ده، مش هو ده المستطيل كان عندي باين فوق هنا اهو، مش ده المستطيل؟ فانا ممكن اجيب العرض من فوق، اشده انزله كده من فوق كده اهو، يا واخده كده مثلا من فوق، خط خفيف كده اهو، خط خفيف كده ما يبانش في الكاميرا اصلا. طيب بعد كده، مش انت عندك المستطيل ده العرض بتاعه؟ مش المستطيل ده هو، المستطيل ده هو، جيت بصيت شفت اسقطه في السايد فيو، مش هو الخط ده كده؟ مش هو الخط ده كده؟ هو العرض ده كده ان انا عايزه اصلا. تمام، طب ما انت ممكن تجيب العرض ده كده، يعني ممكن تشده تحت كده اهو، تروح جاي جايب النقطه دي كده وكده تحت كده اهو، وتروح جاي ايه مديتها كده، خدت النقطه دي كده حطيتها مديتها كده اهو، خدت النقطه دي كده اهو، اهو علامه هنا ايه، ورحت جاي موديها فين؟ موديها كده. عملت المستطيل بتاعي من غير ما ابص على مقاسات، وسامحني لو انا بضغط عليك وبحاول اخليك تستنتج معايا بتجيب من هنا ومن هنا، عشان لما يجي يخشوا في الرسومات الصعبه بتاعت التأشيرة والمستنتاج تبقى انت فاهم احنا بنجيب منين الابعاد من المساقط الثانيه. ما هو بيديك بعد كده مسقطين ويقول لك هاتلي الثالث، فانا لازم انا احاول اعرفك ازاي تجيب الابعاد من المسقطين الثانيين عشان بعد كده تلاقي الدنيا سهله معاك. تمام؟ اه، وكده احنا جبنا عندنا ايه؟ المستطيل ده كده. مش المستطيل ده انت هيبقى جنبه برضه مستطيل ومتقطع كده، يعني هيبقى جنب المستطيل ده كده، انت شفت النص دايره دي هتبان من فوق خط كده، النص دايره دي هتبان خط كده وخط كده، الدايره دي هتبان عندك مستطيل اهو، وماسك فيها مستطيل من هنا ومستطيل من هنا، نفس الكلام من الجهه الثانيه. طيب الدايره دي انا عايز اجيب ابعادها، انزل الدايره بتاعتي دي تحت، انزل المستطيل بتاع الدايره دي تحت هنا. طيب مش انت كانت عندك الدايره بتاعتك كانت عباره عن ان هي دي كده؟ تمام، تعال ننزل الدايره دي تحت كده اهو، نزلناها تحت اهو اهو اهو، خدها كده الدايره دي كده، خط خفيف كده، وخدها هنا كده بخط خفيف كده، خدنا الدايره كده بخط خفيف. مش انت عندك الدايره دي لو تيجي نبص سكوت، هنلاقي سكوت الداش ده كده. طب تعال نشوف بدايه الدايره من فوق، سكوت هنا سكوت الخط ده كده. طب تعال نكمل بدايه الدايره، مش هي سكوت الخط ده كده؟ طب مش نهايه الدايره دي سكوت برضه الخط ده كده؟ طب مش بدايه الدايره دي سكوت بدايه الخط ده كده؟ طب مش نهايه الدايره دي سكوت الخط ده كده؟ طب مش نهايه الدايره بدايه الدايره دي سكوت الخط ده كده؟ مش نهايه الدايره دي سكوت الخط ده كده؟ طب تعال ننزل بقى بالاربع خطوط دول تحت اهو، الخطين دولت اهو، شفت الخطين، الخطين دولت هننزل بهم اهو، شفت الخط ده كده، وكده احنا قفلنا نجم مستطيل ايه الدايرة بتاعتي. مش انت عندك كان ممسوك مع الدايره بتاعتك عباره مربع مستطيل كده، ومستطيل من هنا ومستطيل من هنا ومستطيل من هنا، يعني المفروض انا اعمل مستطيل هنا ومستطيل هنا ومستطيل هنا ومستطيل هنا. طيب عايزين نجيب بقى ابعاد المستطيل ده. المستطيل ده اصلا من الاخر هو عندك الحته دي كده، مش هو المستطيل لما اجي بصيت من السايد فيو، مش هو ده عرض المستطيل اللي هي الحته دي كده؟ تمام، طب تعالى ننزل بيهم كده الحتت دي كده، النقطه دي كده اهو، والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، انزل بيك دي كده اهو، وتروح جاي واخدهم كده على طول.
طبعا انت عارف ان عرض المستطيل كان هو نفس عرض الدايره، عرض مستطيل الدايره، فقفلوا على عرض مستطيل الدايره على طول. طب برضو انا لسه مش مستوعب وعايز اجيبها، اجيبها بمقاسات من على الدايره. بص يعني شو قال لك ان انت عندك ان اللهم صل على النبي المسافه دي كلها 60 60، وقال لك ان الدايره نصف قطرها 20 20 هنا و20 هنا، يعني معاك 40 ناقص 60، يبقى انت عندك معارض هي من هنا 10 ومن هنا 10، يبقى انا المفروض اخلي ده 10 كده خلاص، ان كل دوت 60 يعني المسافه دي كلها 60، وان الدايره كلها 40، يبقى 60 ناقص 40 يديك 20، يبقى 10 يمين و10 شمال، فده العرض. ده انا عايز اجيب مقاسات. طيب بالنسبه ان المستطيل ده عايز اجيب العرض ده كده، العرض ده كده، شو قال لك ان المسافه من اول هنا لحد هنا 80، وجي قال لك ان المستطيل ده 40، يبقى 40 ناقص 80 كام؟ 40 ناقص 80 كلها يديك 40، يبقى انت عندك المسافه دي 20 والمسافه دي 20، يعني تقدر تعمل ايه؟ المسافه دي 20 والمسافه دي 20. فانت عايز تطلع المسافه تقعد تقسم واحده واحده، تمام. عايز تبدا تتخيل كده وتستنتج كده من المسافتين التانيين برضه، تمام، براحتك. كده احنا رسمنا الجزئيه من فوق. طيب تعالى بقى نبدا نبص. شفت انت المستطيل ده كده ماسك من اول هنا كده لحد اخر الجسم بتاعك بره هنا كده، القط ده كده، تعالى نرسمه هو ماسك منين. ماسك من اول هنا كده اهو لحد اخر الجسم بتاعك، ونفس الكلام بالجهه الثانيه من هنا كده، ماسك من اول هنا اهو لحد اخر الجسم بتاعك، هو من اول هنا كده لحد اخر الجسم بتاعك، ونفس الكلام اكيد من الجهه الثانيه برضه، نفس الكلام من اول الجسم لحد اخر الجسم اهو، من اول الجسم لحد اخر الجسم، يبقى انا لازم ابقى. طيب ونكمل معاك ماشي كده، الخط ده كده ماشي، الخط ده كده اهو ماشي كده اهو، لحد ما هيقف عند نقطه معينه ويبدا يعمل المستطيل ده كده، المستطيل ده جوه كده اهو شويه، وماشي كده وماشي كده. طيب تعالى بس عايزين نمشي بس دول كده الاول شويه، لحد هنا كده نمشي كده. طيب تعالى نمشي كده. الشوية دوت مش معنى انا وقفت لحد هنا كده، لان انت هتفضل تمشي لحد ما تقف في المستطيل ده كده، شوية لحد هنا كده وماشي كده لحد ما تقف. المستطيل ده ان انا رسمه في الفيجن اصلا فوق اهو، تمام، يعني المفروض ان انا امشي لحد هنا كده، المستطيل ده كده انا جبته من الفيجن، ده ان انا رسمه في الفيجن لما كنت بس من هنا جوه المستطيل ده كده، فوقفت لحد هنا. ليه؟ لان انت عندك في ميل الحته دي مميله، مميله كده مثلا، شفت لما تكون انت مميله استيكه كده، تمام، وفجاه تاكل من الاستيكه حته كده، فالاستيكه انت فاضل ان انت كنته من هنا ده هيديك ميل، يعني الخط ده انا المفروض مش هرسمه بره كده، لا انا هرسمه بقى جوه شويه، انا اخش جوه كده شويه وابدا ارسم الخط ده كده. طب انا هخش جوه قد ايه؟ اللي هي الميل ده كده، طب الميل ده انا هجيبه منين؟ تمام؟ الميل ده بقى انا هجيبه منين الميل ده كده؟ عايز اجيبه. مش احنا كنا جينا رسمنا الميل ده خط داش هنا كده من السايد فيو، يعني ابتدى من السايد فيو من منطقه معانا فاضل ماشي داش كده جوه الميل ده كده؟ مش الميل ده اهو؟ جوه انت فوق هنا ده اهو؟ جوه الخط ده كده كده اهو، مش رسمناه هنا داش كده؟ طب انا عشان اجيب الميل اللي انا داخل جوه شويه انا هجيبه من السايد فيو، هقوم جاي راح شفت الحته دي كده؟ مش ده الميل اهو، ودي الحته اهي، انا ما فضلش عندها مستطيل، هقوم جاي واخدها كده نقطه كده اسكت كده، واروح جاي واخد الميل ده من هنا برضه من الجهه من هنا كده واخده اسكت كده، شفت مش دي النقطه اللي انا خدتها؟ اخش بقى كده واجي من تحت من اهو، مش ده الميل اللي انا خدته؟ اخش بكده. طب ده بقى قفل، معلش عشان ما كنتش قفلت من تحت. تبدأ تمسح البره ده لأن ده هو أنا واكل من الجسم، تمام. نبص في رسمتنا كده، احنا كده خلصنا دي، رسمناها ورسمنا كل القشور من هنا ده، بس ناقص بقى الأربعة اللي بره ده، هو المستطيل والنص دايرة دي، والمستطيل ده والنص دايرة دي، ومن نفس الكلام من الجهة التانية. طيب المستطيل ده من أول الجسم من هنا كده، من أول يعني من أول الجسم من هنا كده المستطيل ده بادئ كده. طب قال لك على بعد كام؟ قال لك 30، يبقى أنا أنزل 30 كده، 30 وأروح جاي إيه؟ طالع كده. طب تعالى لحد فين؟ طالع لحد المحور اللي انا عامله، مش ده محور احنا كنا عاملينه
ان احنا نرتكز في النص هنا ونبدا نعمل الكيرف بتاعنا والدايره بتاعتنا نفس الكلام 30 من الجهه الثانيه من هنا كده اهو، راح كده طلع كده لحد المحور بتاعنا احنا عاملين ده محور، نفس الكلام الجهه الثانيه اللي قصاد على طول، واخد اسكوت كده من هنا كده لحد المحور، اسكوت كده لحد المحور، مش ده خط اهو، واحط المثلث عوازه بتاع الجهه الثانيه وشد خط من الجهه الثانيه على طول. طبعا بقى هنصف ان الكيرف عندك بتاعك الكيرف ده كده انا 15، يعني اقوم جاي على بعد 15 كده وعامل سنتر في النص كده، على بعد 15 وعامل سنتر في النص كده عشان ابدا ارتكز عليه واعمل القوس بتاعي كده بالبرج 15 وانت ارتكز هنا كده في النص 15 واقوم جاي ركز هنا في النص، بس انا مش هعملها بالبرج، انا هستخدم المسطره الشبانه بتاعتي ومش هاكل عربيه 30، يعني المفروض استخدم الدايره ال 30 دي، واقوم جاي ركز كده وعامل الكيرف بتاعي على طول، واقوم جاي ركز كده انا بظبطها كده بالدايره على طول باذن الله، ساعات ما بتظبطش معايا ما بتبقاش مثلا عدد هنا، اقوم جاي الدايره ال 28 مثلا واقوم جاي اعملها بنجز حالي يعني اهو، ما ظبطتش على الدايره ال 30 اجيب الدايره 28، ما ظبطتش اجيب ال 26 جنب بالظبط ال 26 خالص اهو، حاول تمشي امورك يعني، هي هنا ما كملتش يا اخي مش مهم، انت تمسح ده بالاستيكه مش هيبقى ليه لازمه اصلا، يعني زي ما قلت لك انت كده كده عندك برنامج الاوتوكاد دلوقتي على الكمبيوتر محدش بيرسم ميدو تمام، يعني محدش بيرسم ميدو، انت بتكتب على الكمبيوتر بزرار 30 يطلع لك مقاس 30 على طول، والدكتور مش بيقيس وراك ولا المعيد، اهم حاجه تخليهم الرسمه بتاعتك متماسكه، ابدا بمسح زيادات دي كده كويس تمام. بعد كده انت عندك انك في النص في دايره هنا كده كام 14 اللي هو على السنتر اللي احنا كنا عاملينه ده كده، النقطه اللي احنا خدناها دي انا ما ارتكزتش على الباب، ابدا برضه اجيب الدايره 14 اللي هنا فين هي الدايره دي، وابدا اعمل ايه ارتكز كده ظبطها كده على السناتر وابدا اعمل دايره 14 دايره 14 دايره 14 هنا يعني. اتعوجت مني همسحها بلاستيكه واعملها تاني اهو 14 وكده، انت ايه ناقصك حاجه واحده بس تمام، مش انا المفروض، مش انا حافر لحد جوه، مش انت المفروض عندك في خط هنا خط ده يكمل معدش لحد الاخر، انت عندك هنا في زاويه وهنا في زاويه هتكمل معدش لحد الاخر كده من فوق، فانا اوصل الاتنين دول ببعض كده لان هما متوصلين ببعض، اوصلهم ايه داش كده داش، دول متوصلين من بعض من تحت في حاجه تانية كده تمام كده، احنا خلصنا الرسمه بتاعتنا كامله مفيش اي حاجه ناقصه فيها، اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، ويا ريت اي حد اول مره يشوفني يقف في القناه صدقني مش هتندم، ويا ريت تتابع اول كام حلقه في الكورس لغات هينفعوك جدا جدا جدا.